رواق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدورة 28 هو استمرار لسياسة اللي نهجتها المندوبية العامة في الانفتاح على المحيط الخارجي، هو فرصة للقاء مع زوار المعرض الدولي للكتاب والتعريف أولا بالمجهودات المبذولة من طرف المندوبية العامة، ثم ثانيا بالإصدارات اللي تتلخص فيها مجهودات سنوات من الاشتغال في مجالات تدبير الفضاء السجني، هو فرصة للاطلاع أيضا على إسهامات السجناء في مجال القصة القصيرة، الشعر، الزجل ومقالات متعددة من خلال مجلة دفاتر السجين، هو فرصة أيضا للزوار للاطلاع على إبداعات السجناء في مجال الفن التشكيلي وفي الحرف الفنية من خلال مجموعة من الكتب التي توثق لهذه الأعمال. إلى جانب الإصدارات المندوبية العامة تمت برمجة طيلة أيام المعرض الدولي للكتاب محاضرات وندوات يؤطرها أساتذة جامعيين، خبراء، باحثين، فاعلين جمعويين في مواضيع تهم تدبير الشأن السجني. انطلقت المحاضرة الأولى من خلال وضع الزوار حول استراتيجية المندوبية العامة في الشق المتعلق بتهيئ السجناء للإدماج، أيضا برمجة شهادات للسجناء حضوريا يتم نقلهم من المؤسسات السجنية لكي يتقاسموا مع الزوار تجربتهم في مجال التحصيل العلمي، بحيث كان اللقاء مع السجناء حصلوا على شهادة الدكتوراه، شهادة الماستر، الإجازة ودبلوم في التكوين المهني. اليوم كان للزوار لقاء مع سجناء مبدعين في مجال الغناء، في مجال المسرح، في مجال الكتابة الأدبية. غدا سيكون لزوار الرواق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج محاضرة حول برنامج مصالحة يؤطرها الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وتتخللها شهادات لنزلاء معتقلين على خلفية قانون الإرهاب لكي يتقاسموا مع الزوار تجربة الاستفادة من برنامج مصالحة. إذن كانت هذه هي أهم الخطوط العريضة لبرنامج المندوبية العامة. طبيعة الزوار تختلف حسب كل يوم، فزار رواق المندوبية العامة أطفال من مدارس عمومية، من مدارس خاصة، كتاب، شعراء، مواطنون عاديون. إذن الرواق هو مفتوح لجميع المواطنين، والأطر المندوبية العامة تسهر على تقديم جميع الشروحات والإجابة عن جميع أسئلة الزوار.